على المشاكل اللي بتواجهها. اهلا بيك يا صبح. يا اهلا وسهلا يا فندم. احنا دلوقتي عايزين نعرف دلوقتي ايه المشاكل اللي بتواجه عزبه الغبايشه، واهم المشاكل اللي بتواجهها. اولا بدايه، قريه الغبايشه تابعه لوحدتين محليتين، الوحده المحليه بالروضه والوحده المحليه بسد خميس مركز سيدي سالم محافظه كفر الشيخ. تعداد قريه سكان او تعداد سكان قريه الغبايشه 10,000 نسمه. مساحه قريه الغبايشه 1 كيلو متر مربع تقريبا. قرية الغبايشة تعتبر من القرى المهملة التي لا يتذكرها المسؤولين إلا حينما تكون هناك جباية أموال. قرية الغبايشة تعتبر من القرى المعدمة المحرومة التي لا ينظر إليها أحد. فالقرية بها كثير جدا من المشاكل التي لا تحصى ولا تعد. أبرزها؟ أبرز هذه المشاكل مشكلة الأملاك. للأسف الشديد، قرية الغبايشة بالرغم من أنها موجودة على الخريطة من سنة 1917، يعني معنى ذلك أن الخريطة مسحت سنة 1917 والقرية موجودة على الخريطة، يعني معنى ذلك أن هي موجودة من قبل 1900، يعني أكثر من 100 سنة حاليا دلوقت. وبالرغم من ذلك نفاجأ بمنطقة أملاك أبو غنيمة التابعة لإدارة أملاك كفر الشيخ بمسح هذه القرية على الطبيعة سنة 2000، وربطت عليها إيجار بأثر رجعي من سنة 90. فحينما طلبنا تقنين وضع يد القرية نفاجأ، بالرغم من أن القرية من سنة 1917 على الخريطة، فوجئنا أنهم بيطبقوا علينا القانون رقم 148 لسنة 2006 اللي هي بتنزل لجنة عليا للبيع بتقيم ثمن المتر على الطبيعة. بالرغم من حاجة فظيعة جدا، يعني قامت ثورة أو أكثر من ثورة من أجل هذا الموضوع، وهو موضوع العدالة الاجتماعية. بالرغم أن موضوع العدالة الاجتماعية أن يكون كل القرى متساوية في الحقوق والواجبات، إحنا عندنا قريتنا بيحدها من ناحية الجنوب قرية زبيدة البحرية وقرية الإصلابي، ويحدها من ناحية الشرق قرية شوغ البحرية وعزبة السلام، ويحدها من ناحية الغرب عزب أبو يوسف ونصار وحسن الفقي. ما فيش أي قرية ربطوا عليها إيجار بأثر رجعي من سنة 90 غير القرية بتاعتنا. ونحن نطالب ونلح في هذا الطلب. قرية تعيش تحت مستوى خط الفقر، وقامت أكثر من ثورة من أجل العدالة، أو كان شعارها العدالة الاجتماعية. فهل من الممكن في ظل هذه العدالة الاجتماعية أن يقوموا بتطبيق القانون 148 لسنة 2006، وأن المتر يكون ب 200 جنيه والناس كلها أجراء عند الغير عشان يحصلوا على قوت يومهم؟ هل هم فعلا في الوقت ده هي يدفعوا الإيجار بتاع منطقة الأملاك، ولا هيجروا على بيوتهم وعلى أولادهم في هذا الموضوع؟ نحن نطالب من خلال هذا البرنامج المحترم ومن خلال هذه القناة المحترمة، السيد محافظ كفر الشيخ، وهو رجل مستشار والرجل الأول في المحافظة، ونطالب السيد وزير الزراعة، ونطالب السيد رئيس مجلس الوزراء، ونطالب كل المهتمين بهذا الأمر إن هم ينظروا بنظرة عطف إلى هذه القرية. نحن لا نريد إلا العدالة الاجتماعية، ولا شيء سوى العدالة الاجتماعية. يا إما يخلونا زي القرى اللي احنا ذكرناها في بداية الأمر، أو يطبقوا علينا القانون 100 لسنة 64 بحيث لا يتعدى ثمن المتر الواحد 5 جنيه. بحيث لا يتعدى ثمن المتر الواحد 5 جنيه. أنا نتشرف بحضرتك. مجد عاد أفتح اسمك بوش. احنا عايزين نعرف منك يا حاج دلوقتي اهم المشاكل اللي بتواجهك هنا في القريه. المشاكل اللي بتواجهنا هنا في القريه بان القريه معدومه المصالح الحكوميه اصلا،
صرف صحي تعبان، مياه شرب برضو يعني ضعيفة. عندنا مشاكل الطرق اللي هي تربطنا مثلا بسيدي سالم أو بطرق كلها تعبانة مكسرة وترابة، بننعزل عن الناس تماما في الشتي. وحضرتك شغال هنا في القرية أصلا؟ لا، مقيم هنا في القرية أصلا. حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا راجل فلاح كده يعني. عندك أرض؟ لا، أرض. شغال في أرض يعني؟ شغال في أرض، فلاح أرض. طب إيه المشاكل اللي أنت بتواجهك في شغلك؟ من المشاكل اللي بتواجهنا في الشغل إن مشاكلنا يامة، مشاكلنا يعني من الطرق، الساقعة ما فيش مشاغل، في ساقعة ما فيش شغل، فيه دفع الناس بتسترزق كده يعني، طلع اشتغل بحيرة، اشتغل زراعة، اشتغل أي شغل ياكل منه عيش. ومشاكلنا في الأملاك برضو، بالنسبة للأملاك بتاعة البلد دي، الناس دي كلها بتنحبس بسبب الأملاك بتاعة الأرض للبلد دي، لأن ما فيش مقدرة لدفع الإيجارات كل سنة، ونجي ندفعوا الإيجارات اللي يتأخر سنة ثاني سنة ينحبس ويتعمل عليه غرامة مركبة ثاني، يعني عشان تروح تدفع يقول لك ادفع الكل وتدفع غرامة تأخير ومشاكل بمشاكل يعني. طيب بالنسبة للمشاكل اليومية، بالنسبة لموضوع المية، هل في مية عند حضرتك في البيت؟ مشاكل الصرف الصحي؟ لا، فيه مية في البيت، بس مشاكل الصرف الصحي طافح زي ما انت شايف كده، طافح مغرق البلد بحالة زي ما انت شايف كده. غير كده ان الطريق اللي مودينا لاي بلد تاني ترابه معتزل، حاليا احنا محتاجين على الناس دلوقتي حاليا. طب بتتواصلوا مع النت ازاي؟ بنتواصلوا بلفه طويله كده من على الروضه سد خميس، مشوار جامد على هذا البلد. بياخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ يعني في الشتاء احنا عندنا في الشتاء العيال اللي بتروح الطلبه ما بتسافرش، ما بتروحش مدرسه، يعني مفيش تعليم عشان بسبب الاحداث دي، بينقطع الطريق ما يروحوش، يروحوا المدرسه يسلموا رفيق العيال اللي هي في الثانوي. بيتقطع الطريق بسبب الايه؟ بسبب الاحداث؟ بسبب المطر. والطريق ترابي. ودي العيال تنفصل. طب في فتره الاحداث وفتره الثوره وفتره الانفلات الامني كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا بنبات صاحيين وقاعدين في البيوت صاحيين كده اهو. كان في عنصر الامان كان موجود؟ كان في امان؟ كان في، احنا اللي مأمنين نفسنا. طب بالنسبه لاولادكم كان بيروحوا المدارس ازاي؟ كانوا بيروحوا يعني ايام يروحوا 10 يقطعوا. هو مدارسهم اصلا ما فيش مدارس في القريه هنا؟ لا، فيه اعدادي وابتدائي، اما ثانوي وصناعه وزراعه وكلام فاضي دي سوق سيدي سالم. انتوا بتخافوا عليهم ان هم يخرجوا من القريه هنا؟ طبعا طبعا بنخاف، بنخافوا عليهم على طول، ولحد النهارده بنخاف. لحد الان العيل لما بيسافر يروح المدرسه بنفضلوا صحيح لما يجي لو نص الليل. طب هو في مواصلات متاحه بتخرجكم مثلا بالنسبه لابنائكم في الطلبه؟ في وسائل مواصلات بتخرجكم من هنا لهناك؟ وسائل المواصلات اللي هي العربيات الكشف دي، الدبابات دي، بنروح على حسابهم. العيل ب 2 جنيه و3 جنيه في دي متوفره اصلا على مدار اليوم كله، موجوده طول اليوم؟ موجوده ايوه، بس في الليل وهو جاي ما بلاقيهاش، بيبقى وقت ممسي وما بلاقيش العربيات اللي جايه هنا. طب في مشاكل تانية انت شايفها في القريه؟ والله فيه مشاكل ياما. طب طلباتك ايه؟ انا طلبات ان مثلا الصرف ده يتظبط، طريق السفي، يشوفوا مشكله البلاء، يشوفوا مشكله الحاجات اللي ياما دي، مشاكل هبل. شكرا شكرا. يا طرب حضرتك سعيد محمد سعيد. احنا كنا بس عايزين نعرف منك اهم المشاكل وابرز المشاكل اللي بتواجهك هنا بالنسبه في القريه. والله هو اتكلمنا في المشاكل، مش هنضيف جديد بالنسبه للناس اللي قالوه. بالنسبه للاملاك، البلد زي ما انت شايف حضرتك الفقر موجود، عشان واحد زي ده يدفع مبالغ زي ديت، لو قلنا اقل دار هنا بتدفع ممكن 1000 او 2000 او 3، واحيانا بتوصل ل 10000 جنيه على الواحد بس، فهيجيب منين؟ تاني حاجه الموضوع الصرف زي ما حضرتك شايف طافح، مفيش مسؤولين يدوروا ولا ينظروا للناس بعين الشفقة، ان دولت ناس وبشر وعايشين، المفروض ان هم يلاقوا النظافة حواليهم علشان العقول الاطفال الموجودة دي تطلع وتكون كويسة وتتعلم ويجيل نستثمره للمستقبل ان شاء الله، ان هو يرفع مصر ويرفع اهالي مصر كلهم. دي تاني حاجة. تالت حاجة بالنسبة للمية، المية هنا في موجودة في الخط الرئيسي برا مية، ولكن عشان اي واحد يدخل على بعد حوالي كيلو او 700 متر من اول الطريق من برا لحد اخر البيت او في منتصف القرية بيدفع من جيبه، فهو ما هوش فلوس هيجيب، هيجيب منين؟ بيستلف بقى من هنا او يبيع حاجة من هنا علشان يدخل شوية مية يشربهم، ومش متوفرين خلال 24 ساعة. دي تاني حاجة. تالت حاجة بالنسبة للاسفلت، انا كراجل شغال في القاهرة باجي مثلا سفر، لو جيت بالليل ما بلاقيش، يا اما الف مواصله اللي هي حوالي 15 او 20 كيلو ولازم اجيب عربيه مخصوص، لان مفيش مواصلات، لان الطريق مقطوع. الشتاء لو الدنيا شتت هنا يوم واحد ممكن اثر الشتاء يفضل واقف حوالي 15 يوم، طينه ولان الارض تراب،
فالشتاء لما بينزل بيتحول لطينه والارض بتكون وحشه طبعا، بننقطع تماما عن العالم الخارجي، ما بنعرفش نمارس حياتنا ولا شغلنا ولا اي حاجه. وكمثل بالنسبه للطلبه اللي هم متعلمين اللي في الكليات وفي المدارس الثانويه التجاريه والصناعيه. تالت حاجه المشاكل الداخليه للقريه، الناس نفسها تعيش بامان وتعيش وتحس بالحريه وتعيش ان هي بشر، يعني بشر داخل القريه، بشر موجود ليه حقوقه وزي ما هو عليه واجبات ليه حقوق عايز البلد تديها له. نفسه ان هو يربي ابنه يطلع يكون كويس، يتعلم علام كويس، يرفع مصر ويرفع راس بلده، يرفع اهل بلده المصر في الداخل وفي الخارج. الاطفال عندنا بيفضلوا كويسين لفتره معينه اللي هي مرحله الصغر، بعد كده ما بتلاقيش مراعاه لا من الدوله ولا من داخل الدوله ولا من الخارج ولا من اي مكان. فالعقول بتنحدر لادنى حد ممكن عشان ما فيش حد بيدور عليهم. القريه فيها ناس عقليات ما شاء الله نفسها بس ان الناس تدور عليها. عندنا دكاتره جامعيين في الكليات، عندنا محاسبين، عندنا ناس في الثانويه العامه ما شاء الله عقليتها كويسه، ولكن البيئه والتلوث البصري اللي الناس شايفاه واللي الطلاب شايفينه هم رايحين المدارس وهم جايين بيأثر عليهم في النواحي التعليميه وفي النواحي العلميه وفي الشغل وفي كل حاجه. نفسينا الناس تبص لنا، يعني احنا نشكركم جدا ان انتم جيتوا هنا لحد ما وصلتوا لنا، اكيد عانيتوا كتير لحد ما وصلت عندنا هنا. نتمنى ان حد يسمع كلامنا ده ويطبق على الواقع العملي. نتمنى من الله عز وجل ان تكونوا يعني من الناس اللي سألت فينا وفي نفس الوقت وصلوا صوتنا للمسؤولين، والمسؤولين تدور في احوال البلد الداخليه والخارجيه. نتمنى من الله عز وجل ان البلد ترتفع وتنمو ان شاء الله باذن الله، سواء في القرية أو في مصر كلها بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك. خلينا نتعرف بحضرتك.